سؤال على السريع، هو ليه الراجل المصري شايف نفسه أسطورة؟ هو ده شعب مصري. ده من يعني من أجل الوقت مش من دلوقتي. هو السيد زي ما بيقول. ليه بقى؟ أقول لك في حتة اسمها الشهامة، لما نزلت الأماكن اللي هي بنقول هي الشعبية، فهماني؟ هتلاقي إن لما بيجي بنت الحتة حد بيعكسها الكل بيخاف عليها. تعالي برا. ده في التلفزيون ولا دلوقتي؟ لا أنا بقول لك على الواقع. تعالي كده معلش محترم. يعني أنا على ثانية واحدة أقفل الكاميرات دي كلها. وانزل الكتف ده واتمشى شويه ولما حد هيعاكسني هقول لك على حاجه. لا 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 ما عشان ده يبقى هو فينا في قيم واخلاق. دي مش اخلاق. لا هقول لك على حاجه، كوني ان انا اعمل كده معلش انا ما بش ده لو وقع لوحده يا ستي بلاش انا انزله. انا الصبح لسه ما انا لما ماشي المخزن اديني بقى تيجي انا لاي حاجه زي كده بقول لك لو سمحتي بعمل لك كده. طيب حلو شكرا. بس انا لو بلاش مسكي ده كده. مسكي ده حياتي امي انا مريحاكي. بصي اوريك هريحك اهو اهو وبتعكس برضه. ايه رايك بقى؟ لا هقول لك على حاجه، مش بتتعكسي، المعاكسه دي حاجه وانا ماشيه في حالي وعايز اشوف شغلي ولا بتقصع ولا بتقطع. لا ما لا هقول لك على حاجه، اللي احنا عندنا بيتقصعوا كتير ويتعملوا كتير. انا برجع اقول لك القيم والاخلاق دي بترجع. ما انا مش شايفاها حضرتك، انا بقالي اربع شهور وكله بيتحرش وكله بيشتم وكله بيقل ادب وكله عايز فلوس وكله عايز يسافر وكله يقول لك لما اسافر بره. ماشي ماشي انت بتتكلمي عليه. يعني حضرتك بتتكلمي على حاجات شفتها في افلام، الواقع انا ما شفتش. اثبتولي بقى. حد يثبت لي. لا هقولك اثبتك. لا ما معلش. ان الراجل المصري احسن راجل في الدنيا وبيحافظ علينا. ايه اللي طبعا من غير مش محتاجة خلال الراجل المصري.